مرحبا فيكم مجددا مشاهدينا ومستمرين معكم في محطات مختلفة بحلقتنا اليوم. كرمت وزارة شؤون المرأة السيدات الفلسطينيات صاحبات القرار بمناسبتي يوم المرأة العالمي ويوم الأم، كما تم تكريم فئة من النساء المبدعات والمتميزات في مجالات عمل غير تقليدية ولاعبات المنتخب الوطني. إذن عطاء المرأة وعملها في مختلف الأماكن يدفعها للتقدم في كل المجالات. كاميرا التل الفلسطينية رصدت بعضا من هذه الاحتفالية، ويسعدنا اليوم أن نستضيف معنا وزيرة شؤون المرأة السيدة ربيحة دياب معنا من داخل الاستوديو. الله يصبحك بالخير. الله، صباح الخير لكم جميعا ولكافة المستمعين والمستمعات، وكل عام وأنتم بألف خير. كل عام وأنتم بألف خير. بداية، تحدثينا عن هذه الفعالية والفئة المستهدفة بهذه الاحتفالية. يعني أولا دعيني بداية أوجه تحية للمرأة الفلسطينية أينما تواجدت، في داخل الخط الأخضر، في قطاع غزة، في كافة مدن الضفة الغربية، في مدينة القدس التي تعاني من التهويد والتهجير المنظم والمبرمج، في المنافي، في الشتات، في مخيمات اللجوء. وبهذه المناسبة أنا أقول بشهر آذار، في يوم المرأة، في العالم اللي أصبح يوم المرأة الفلسطينية بامتياز، عندنا يوم الأم، يوم الكرامة، يوم الأرض، وأعتقد لا انفصال بين هذه المناسبات ككل. فالأم والمرأة هي الكرامة، هي الأرض، هي العطاء، هي التضحية، هي كل هذه الأمور. وبالتالي نحن نحتفل يعني كفلسطينيين وفلسطينيات على طريقتنا الخاصة، فهناك باستمرار فعاليات مختلفة لهذه المناسبة واللي بتضم كل هاي الاحتفاليات وهذه المناسبات. نحن تعودنا كوزارة شؤون المرأة كل عام نختار فئة غير تقليدية لنكرمها، أولا لتعزيز دورها، وثانيا لفتح آفاق جديدة أمام النساء الجدد. ففي العام الماضي كان هناك تسليط الضوء على فئة النساء والفتيات في الدفاع المدني، وفوجئنا بمواقع مهمة للنساء في هذه المواقع. وأيضا العام كان لابد من أن نكرم المنتخب الفلسطيني النسوي الفلسطيني، واللي عم بيجوب أصقاع الأرض وكل العالم، وبيحمل فلسطين في ذهنه وذاكرته، بيعبر عن فلسطين في كل المباريات اللي بتدور. وبالتالي هذا يعني شيء أعتقد يجب علينا تعزيزه وتكريم هؤلاء الفتيات اللي عم بيقوموا بدور مميز على مستوى الوطن وعلى مستوى العالم. طيب، قبل الخوض أكثر في الحديث عن هذا الاحتفال، خلينا نروح كاميرا الفلسطينية رصدت بعض من الاحتفال لوزارة شؤون المرأة. خلينا نشوف احنا وياك بعض الصور. العدد القليل عم بيصنع الكثير وبيشتغل كثير من أجل أن يحقق قضايا ومصالح المرأة الفلسطينية. كل التحية لهم. يكون هذا
مشاهدينا الكرام الله يصبحكم بالخير، شفنا بعض اللقطات من احتفال وتكريم المرأة الفلسطينية. انضمت إلينا أيضا في الاستوديو آيات سعفين مديرة الكرة النسوية. آيات صباح الخير. صباح الورد، يعطيك العافية. صباح الجميع ويسعد صباح معالي الوزير. هي أيضا من المكرمات امبارح كانت. تحكي لنا عن الاحتفالية وقديش مهم بالنسبة لك وبعني لك كمان أنه يتم الاهتمام بهذه الفئة وتكريمها. طبعا اول شيء شكر للجميع وشكرا لمعالي الوزيره التي اهتمت بالشريحه، مهمه جدا ان هي شريحه الرياضيات في فلسطين، وخاصه هاي السنه شريحه كره القدم النسويه في فلسطين اللي بعتبر انه خلال اخر 4 سنين صارت تظهر على حيز الوجود. طبعا هذا التكريم قبل ما اكون انا مسؤوله كره نسويه كان يعني الكثير للاعبات. طبعا كثير كان في رده فعل ممتازه جدا، انبسطوا يعني، كانت بكل كلمه وكل حديث يذكر موضوع الكرة النسوية في الاحتفال، وكان تكريم رائع جدا وعكس انه هناك اهتمام، غير انه اهتمام رياضي هناك اهتمام شعبي واهتمام نسوي كبير في فلسطين. نعم جميل. معالي الوزيرة، المرأة الفلسطينية مبدعة عظيمة متطورة في كل المجالات، أليس كذلك؟ نعم، المرأة الفلسطينية على مدار عقود طويلة رغم الاحتلال ورغم الصعوبات ورغم القمع ورغم التهديد والتهجير والتشتيت وكل شيء منظم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن المرأة الفلسطينية كانت باستمرار قادرة على التكيف مع كافة الظروف وأن تبني أسرتها أولاً بطريقة سليمة وأن تربي أبنائها وأن تدخل في كافة مجالات الحياة وأن تتعلم وأن تصل إلى مواقع مهمة من مواقع صنع القرار. ليس هذا فقط، وإنما شاركت بكل أوجه النضال الفلسطيني. أنا ليس غريبا أن أقول أن المرأة الفلسطينية حافظت على الذاكرة الفلسطينية، بحيث أنه نرى أنه أجيال تلو أجيال ولدت بالشتات وتحفظ فلسطين عن ظهر قلب، عن غيب، بأزقتها، بشوارعها، بمدنها، بقراها، بمسمياتها. حافظت على استمرارية الثورة الفلسطينية بحيث أنه احتضنت الأسر واحتضنت الثورة واحتضنت وربت أبنائها على حب فلسطين. طيب باعتقادك بأنه المرأة وصلت للي بدها إياه، يعني ما بنقصها شيء، حتى لم تصل إلى كافة طموحاتها، ولكن هي حققت إنجازات عديدة. طيب يمكن نتباهى بها في المنطقة ورغم قصر الفترة الزمنية اللي هي عمر السلطة الوطنية الفلسطينية. خلينا نسمع من آيات كمان، آيات عن تجربتك كمديرة الكرة النسوية في اتحاد كرة القدم. كمديرة بداية نسمع عن تجربتك وعن التحديات اللي بتواجهكم. شوفي أنا كمديرة راح بحكي معك كفرد، أنا كنت أصلاً أمارس الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص. لما جيت من حيز اللعب لحيز إنه تنفيذ ما كنت أفعل. بصراحة هناك أسس متينة موضوعة لدينا في الاتحاد الفلسطيني بقيادة اللواء جبرين رجوب نحو توجيه الكرة النسوية إلى أبعد الحدود. كانت هناك صعوبات، من أهم الصعوبات التي تواجه لاعبات كرة القدم هي الاحتلال. إحنا عندنا مشكلة في تجميع الفتيات، لأنه إحنا نتحدث عن منطقة جغرافية واسعة جدا في فلسطين، يعني المنتخب يمثل جميع الشرائح الفلسطينية وجميع المحافظات، هو الاحتلال من يعيق تجمع فتياتنا، لكن هناك صبر وهناك إصرار والإصرار يحقق المعجزات. التكريم كان مهم جدا للفتيات، أن هناك في المستقبل أنا سوف أتحدى لأجل أرسخ مفهوم تكريمي بحيز الوجود أني لاعبة. أي إنسان يكرم بعد الشكر سوف يثبت أني كرمت لأجل كذا، فأنا سوف أرفع اسم فلسطين عاليا. فأنا بحكي لك التحديات سهل أنه نتجاوزها، بس لازم يكون حوالينا ناس تدعمنا، وبدعم الاتحاد وبدعم وزارة المرأة وبدعم المجتمع الوطني الفلسطيني إن شاء الله سوف نصل. نعم آيات، على هذا الموضوع، موضوع التحدي، إقبال السيدات أو الفتيات الفلسطينيات على ممارسة الرياضة أو كرة القدم بشكل خاص. بتعرفي بالفترة الأخيرة كان في هناك خوض لمباريات عديدة في مناطق مختلفة من فلسطين، منتخب النسوي وأيضا دوري نسوي، وكان في اهتمام من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. هل أنه فعلا وصلت الفتاة الفلسطينية إلى مرحلة أنها ستمارس كرة القدم أو الرياضة الفلسطينية بأي وقت؟ شوف، هي الرياضة بشكل عام الجميع يمارسها، لكن هناك تخصصات في كل مجال. كرة النسوية هي تخصص من مجال الرياضة. هلا هناك إقبال كبير جدا، أنا أتحدث الآن عن أكثر من 1000 لاعبة في فلسطين في كرة القدم، ولدينا أكثر من 20 نادي بجميع الشرائح، لدينا من 14 عام حتى 30 عام وتغطي جميع الشرائح. هلا الصعوبات، بما أن أوجدنا
منتخب وهناك مباريات تحصل على أرض فلسطين وخارج فلسطين، فهذا بحد ذاته أكبر إنجاز. والدوري النسوي لدينا قائم وسوف يكون هناك إن شاء الله مباراة نهائية في الأسبوع المقبل، بحد ذاته وصولنا إلى مباراة نهائية معناته إحنا تجاوزنا جميع المراحل. امبارح بعد التكريم هناك امرأة كبيرة بالعمر هيك ذات وقار تسألني أنتم منتخب فلسطين وكذا، وكثير أنا انبسطت كيف بدي أسجل بنتي، عندها بنت عندها صغيرة، فهي ردة فعل سريعة جدا من بعد التكريم كيف بدي تسجل بنتها. هون هذا برأيي كثير مهم، يعني سيد ربيحة تشبيك ما بين الفئات المختلفة وجمع كمان فئات ممكن تكون بعيدة أو مهمشة عن تواصل ما بين أصلا الفئات المختلفة، هذا واحدة من الأهداف اللي أنتم بتركزوا عليها. إيش هي فئات غير يعني الكرة النسوية اللي ركزتوا عليها خلال هذه الاحتفالية اللي هي واضح إنها زي ما بتحكي آيات عكست بالنسبة لهم طاقة إيجابية كبيرة؟ يعني اولا دعيني اقول انه وزاره المراه هي تتعامل مع كافه الوزارات ومكونات المجتمع سواء على المستوى الرسمي او غير الرسمي، وهذا يعكس انه النوع الاجتماعي ان ندخل في كافه المجالات، ان تدخل المراه في كافه المجالات وليس حكرا على احد، وان باستطاعتها ان تقوم بذلك. هلا كيف نعزز ذلك ونقوم بعمليه التشبيك والدعم والمسانده، وايضا اذا كان في هناك قرارات أو نستطيع أن نأخذها بقرار يصبح ملزم للجميع. أولا نبني ونهيئ الفرصة ونعمل تشبيك مع كافة الجهات لنخرج بقرار من مجلس الوزراء، أو إذا كان طبعا مستقبلا برلمان قرار من مجلس الوزراء ليصبح ذلك ملزم للجميع. نعم. ويصبح التزام حكومي بهذه القضايا. أنا أقول لك من يكرم، وخاصة هدول قائدات شابات صحيح. يعني هدول لسه المستقبل أمامهم، وبالتالي هذا بيعطيهم دفعة قوية للأمام، وأيضا بيعطي لشابات أخريات أن ينضموا لذلك، وهذا ما نريد أن نعززه وما نريد أن نوضحه للعالم، إنه المرأة الفلسطينية والفتاة الفلسطينية هي قادرة على أن تكون في كافة المجالات وأن تلعب دورا مميزا. إضافة إلى ذلك إنه كما قلت إنه هاي الفتاة هي تحمل رسالة في داخلها وفي أحاسيسها ومشاعرها، هي تذهب حاملة فلسطين في قلبها وعلى ظهرها وعلى كاهلها، وتذهب لأصقاع الأرض لتقول للعالم أنه في دولة فلسطين موجودة. نعم. طيب على موضوع الاهتمام والتعاون ما بينكم وبين الوزارات والاهتمام بالسيدات الفلسطينيات، السؤال هنا أين أنتم من المرأة الفلسطينية؟ شو بتقدموا للمرأة؟ اهتماماتكم، متابعتكم، حتى لو كان في هناك أي مبادرة من أي ست فلسطينية كيف أنتم بترعوها؟ أيضا عشان نوضح للمشاهدين أنه هاي الوزارة ليست وزارة خدماتية، مش عشان أقدم خدمات، يعني في وزارات متخصصة لذلك. مهمة هاي الوزارة ودورها اللي بتلعبه هي أولا تمكين النساء، وثانيا وضع الرسالة والاستراتيجيات والرؤى شو اللي بدنا إياه كمرأة، والسياسات الخاصة بموضوع المرأة وأخذ قرارات فيها، وأيضا عملية الرقابة على ما يجري، أين المرأة من الصحة، أين المرأة من قرارات الحكومة، أين المرأة من وزارة الاقتصاد، من وزارة الصحة، من التعليم. نعم. ماذا نريد ونضع به، ومن هنا عشان هيك عملنا استراتيجية النوع الاجتماعي عبر القطاعية مشان ندخلها في كافة المجالات، وأيضا استراتيجية العنف ضد المرأة اللي هي احنا في عنف علينا من كافة الأشكال. صحيح. نعم. من الاحتلال ومن العنف. نعم. أشكرك جزيل. نعم. الشكر. نعم. وبالتالي نحن حققنا العديد من النتائج. على فكرة التكريم كان بالأمس، إضافة لذلك صاحبات قرار، على سبيل المثال أول عضو لجنة تنفيذية في منظمة التحرير. صحيح. نعم. أول رئيس حزب سياسي. نعم. وزيرات، أول محافظ على امرأة، أول صحيح، وهذا ما شفناه بالصورة. أشكرك معالي الوزيرة لضيق الوقت، وشكرا أيضا لآيات سعفين موجز لأهم وآخر الأخبار مع سلام الديك. سلام، صباح الخير. صباح الخير لك رائد، وأيضا لرند ولضيفتكما الكريمتين. مشاهدي الكرام، هذا موجز لأهم الأنباء.